السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف الكيرتن وول. لو انا جيت هنا من الارتكشر وقلت ان عايز ارسم وول واخترت مثلا الكيرتن وول ديت وده ترسم بالشكل دوت، تعال نشوفها في ال 3D. عيب. طيب عايز ابدأ احط المينيون، لازم اول احط الكيرتن جريد بالشكل دوت. ممكن تحطها بشكل مانوال، تمام اهو. ممكن تقول له انا عايز احطها مثلا وان سيجمنت، يعني قطعة واحدة مثلا اهي بالشكل دوت. طيب وبعد كده تقول له انا عايز اعمل لها مينيم، وتقول له مثلا كله فيعملها بالقطعة ديت. او ممكن اقول له، خلينا نقول له مثلا انا عايز ارسم وول اهيت، ممكن اقول له هنا ان انا عايز ابدا اظهر التقطيعات، فاقول له انا عايز اظهر الجريد فيكسد ديستنس وفيكسد ديستنس، المسافات مثلا ممكن تقول له كل واحد انش يبدا يعملهم بالشكل دوت، تمام. طيب ممكن برضو تيجي تعمل سيلكت عليهم هنا، تقول له انا عايز اقدر اتحكم في الزاويه بتاعتها والمسافة، تبدأ يحركهم لك، وتلاقي برضو تساعدك على المحاذاة أكتر بالشكل دوت. طبعا في حاجات معمولها بين وحاجات مش معمولها بين، فبتفرق كتير قوي. لو انت مختار سيلكت هتلاقي ان انت قلت له ما تختارش اي حاجة معمولها بين، فالاجزاء الصغيرة دي كلها معمولها بين، فعشان كده اختار الجزء الكبير ده على طول. ممكن تقول له لا، فتبدأ تبدأ تظهر معاك الحتت ديت برضو اللي معمول لها بين. طيب ممكن اقول له مثلا من هنا كيرتن جريد، ممكن تقول له تاب، وتبدأ تختار مثلا من الجزء دوت وتختار اي واحدة من دول. ممكن تعدلها تخلي مثلا دي سوليد تبقى بالشكل دوت، ودي مثلا تبقى سوليد بالشكل دوت. ممكن تختار جزء مثلا هنا وتقول له ده خلي ده وول حيطة بالشكل دوت، اهوت هيبقى مختارها على شكل حيطة. طب هي هنا معتبرها بانل، ممكن تقول له ده اعتبرها وول، بياخد حساباته ان دي وول بالشكل ده، كاتيجورايز على هيئة وول. طيب خلينا نقول له احنا عايزين نحط مانينيوم والجريد، فحطهم كلهم بيقول لي خلي بالك ان انت عاملهم قريب او جدا من بعض. طيب لو انا عملت سيلكت على ديت وعايز اخدها من الاول للاخر، ممكن تدوس كده وتقول له select as grid line. طيب ممكن الجريد لاين ده تقدر تختار نوع مثلا سيركل بالشكل دوت، تمام اهو. طيب ممكن تقول له مثلا دوت انا عايز اختاره مثلا across grid line، يجيبهم لك بالشكل دوت. ممكن تقول له لا ده انا عايزهم مثلا curtain wall، يعني تقدر تختار حسب اي قاعدة من القواعد ديت. جاب لك الجريد لاين كله. ممكن تيجي بقى تقول له انا عايزهم اعمل لي بريك، اعمل لي قطع في كل واحدة فيهم لما تتقاطع مع واحدة ثانية افقي او رأسي، فاول ما تقطع معاها بيبدأ يعمل لي قطع فيها، فتبان معايا ان دي مش مكملة، تمام. ممكن تقول له لا انا عايز اشوفها مكملة، تظهر معاك بالشكل دوت. برضه ممكن تجيب القطع دوت وتقول له انا عايز اعمل سيلكت بانل فيرتيكال جريد، فيجيهم لك كلهم كده بشكل واحد، فتقدر تغير النوع بتاعهم مرة واحدة اللي انت عايزه، مثلا سوليد. طيب لو انا عايز اعمل قطاع جديد، فلازم نعمل فاميلي جديدة. اقول له انا عايز كرتين
دي لو انت عايز تعمل الكيرتن بدل الباترن، هنزل بروفايل. خلي بالنا في كذا بروفايل، بس بيبقى للريل للريفال بروفايل ده بينفع في كل حاجة. فانا اختار هنا بروفايل ملينا اوبن، وتبدأ بقى تختار الشكل اللي انت عايزه. يعني ممكن نقول له احنا عايزين نرسم مثلا الشكل دوت سداسي، ممكن نشوف اليونت بدل ما نعمل حاجة تطلع أكبر أو أصغر بشكل كبير بالليميتر. ده 13 مليمتر. طيب خلينا نشوفها. upload into project تمام في 3D. ده انا اخترت دوت وقلت له ان انا عايز الجريد لاين كله تمام. طيب خلينا نختار دوت واقول له edit type واقول له duplicate عشان ما نقصرش على اللي فات، واقول له البروفايل دوت انا عايز النوع اللي هو family one اللي احنا كنا لسه عاملينه من شوية تمام. هتلاقيه اتعمل بالشكل بتاع انا اهوت، هو الشكل السداسي. طيب عايزين نكبره مثلا، هنيجي هنا ونقول له مثلا عايزين نعمل ده سكيل مثلا. فيكبر بالشكل دوت، نقدر نحمله في المشروع ونشوف 3D بالشكل ده. هتقدر ترسم اي شكل انت عايزه تمام. يعني ممكن تيجي هنا مثلا تقول له لا طب انا مش عايزه بالشكل دوت، انا عايزه مثلا على هيئة مثلا شكل اليبس. تمام فتحول هو شكل لبس. فتقدر تتحكم فيه الشكل زي ما انت عايز. ممكن تعمل سيلكت على اي واحدة من الكرتون بدل دي وتلاقي هنا edit in place، فتقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. تقدر مثلا تكبرها تصغرها بالشكل دوت تمام. ممكن حتى تعمل لها create وتزود او تعدل فيها تمام. ممكن تقول اكستروشن وتعمل جزء كده تطرح منه بالشكل دوت تمام. فتبقى الكيرتن وول ديت فيها فتحة بالشكل دوت، تقدر تتحكم فيها دايما اهوت. تقدر تعمل سيلكت اي واحدة وبعد ما تحولها لحائط هتلاقي ظهر لك هنا موضوع الاوفسيت، فتقدر تغير الاوفسيت بتاعتها تمام. خلينا مثلا نخلي الاوفسيت بتاعتها 1، فتلاقي تحرك لجوه او لبره حسب ما انت عايز. يعني ممكن تخليها بالموجب او بالسالب، تحرك لجوه او لبره زي ما انت عايز. طيب لو انا عايز اعمل الكيرتن بانل ديت، هاجي هنا واقول له نيو فاميلي، واقول ان انا عايز اعمل الكيرتن بانل اوكي. فهو في الفاميلي تمبليت بيبدأ يديني الخطين دول. تقدر تضيف بعض الخطوط عشان تساعدك. يعني مثلا ممكن تقول له ايه انا عايز اتحكم في السمك، فهقول له ان انا عندي مثلا ريفرنس هنا اهوت تمام، بحيث ده هيبقى في السمك بتاعها اهوت تمام. تقدر تديله بارامتر لو انت حابب، تديله مثلا سيجنس تمام، خليها انستنس عشان تقدر تتحكم فيها اكتر تمام. ممكن نيجي هنا مثلا ونقول له ان احنا عايزين نعمل ريفرنس بلين هنا اهو، وتقدر تعمل ده بارامتر وده بارامتر. ممكن تيجي برضو هنا وتقول له انا عايز اعمل اكستروشن، وتخلي ده لوحده جزء وليه ماتيريال، وتحت هنا ماتيريال تاني
بالشكل دوت. تمام، وخلينا نقول له ان ده هنديله مثلا ماتيريال، خلي جلاس اهوت، والجزء اللي فوق ممكن نبدأ نشوف مثلا نوع تاني من انواع الجلاسز. اقول له هنا appearance، واقول له ان انا عايز اعمل duplicate، واقول له ان انا عايز اشوف نوع تاني من انواع الجلاسز. هتلاقي انواع كتيرة، ممكن نختار مثلا دوت. بالشكل دوت. وزي ما اتفقنا نقدر نتحكم في الحجم بتاعه هوت. خلينا نحمله بقى في المشروع اهوت. ممكن تيجي على دوت وتقول له ان انا عايز اختار edit duplicate. هنقول له من هنا اختار، واقول له ان انا عايز اللي هي الفاميلي 2. فاعتقد حجمها كبير شوية، خلينا نختار مثلا واحدة تانية والاركتكشر، واقول له ان عايز ارسم كرتين وول هيت. اقول له خلي الكرتين وول ديت دلوقتي مثلا 5 و5، طيب خلينا نختار مثلا واحد زي كده اهوت، واقول له خليها فاميلي 2، فيبدا تظهر معايا بالشكل دوت اللي هو الاثنين ماتريال. تقريبا دي مش ما اتربطتش مظبوط، فخلينا نشوفها هنا. هي فعلا كان محتاجة تثبيت، ممكن تسحبها كده ونقفلها، وكذلك ديت نقفلها ونقول له حمل في المشروع. هتلاقيها ظبطت بالشكل دوت. ممكن تعمل سيلكت ديت، وبعد كده تقول له انا عايز اعمل سيلكت بانل في الهوريزونتال او في الفيرتيكال، وتروح مغيرهم كلهم للفاميلي ديت وتظهر معايا بالشكل ده. فالقصد ان انت تقدر تتحكم بشكل قوي جدا في الكيرتن زي ما انت عايز.